ان شاء الله. قبل ما نهضروا على المشاكل الان تاسيس يعني باش ناسس وكاله لكراء السيارات ناخذوا التجربه ديال السي الحسيني شنو كان خاصك في الاول باش تاسس الوكاله ديالك شنو درتي؟ السلام عليكم والصلاه والسلام على اشرف خير الله. بالنسبه للاخ الحسيني العائق الاول كان هو راس المال. يمكن بالنسبه لدابا ربما الامور تبدلات شويه يعني بالنسبه للابلاك ربما كانت يمكن توفر على تقريبا واحد 70 ل 80% من راس مال الشركه وما تبقى يمكن تاخذ كقروض. ولكن واخا كما تقول حسب التجربه ديالي الخاصه خاص الحنكه. تجربه خاص تعقل باش تحاول لما تسير هذا القرض. ان خطا صغير يمكن يؤدي الى الافلاس. ان في حد ذاته مقاوله ديال كراء السيارات فهي كنظن فهي مغامره. ولكن الحمد لله كانت الانسان كان كما تنقولوا حنا مرزن وسميتو يمكن يتغلب على الصعوبات. لا ولكن شنو هما الوثائق اللي كيلزموا لهذه الوكاله هذه فاش يلاه نبدا انا بغيت باش تنصحني انا بغيت ندير الوكاله الان فين نمشي اول مره واش وزاره النقل واش اولا كتلجا كاين البوابه ديال وزاره النقل فيها يمكنك تحمل كاي شارج كاين كاي شارج دفتر تحملات كاين دفتر تحملات كاين شارج تيلي شارجي وتلبي دوك الشروط من الشروط ديال خصك المسير خصو تكون باك بليس دو تاخذ شي شاب عنده ديبلوم باك بلوس 2 اييه و بيس ميكانيسيان اغريت هو يكون في سميتو عنده من خارط لا سينيسيس زائد لو كابيتال زائد كما تنقولوا السكرسال هو راس المال شحال؟ 50 مليون 500000 درهم 500000 درهم او خمس سيارات دبليو في راس المال ديال الشركه اللي غتاسس تكون 500000 درهم لا ماشي اسمح لي ماشي راس المال لا اسمح لي اخي ماء العينين راس المال ديال الشركه يعني المكون الاساسي ديال لاكرياسيون ديال لاكرياسيون كتاجه لعند محاسب كيدير لك لاكرياسيون ديال لا سوسيتي ساغل ب 100 ملي درهم ما عندوش علاقه بالكابيتال ديال انشاء المقاوله لكراء السيارات كدير المقاوله ديالك كرياسيون عند الكونطابل كتكمل باش كتاخذ ريجستر كوميرس الوغ عندك الكونطرا د باي الستاتو لا باتونت الار سي باش كتاخذ هذه الوثائق اللي هي جوريديك كتخص لا سوسيتي ابخي كنتاجو دابا حنا لدفتر التحملات يعني كاين دوز ايتاب ليتاب الاولى مع الكونطابل ملي كتسالي هذا الشيء كندوزو ليتاب الثانيه اللي هي كي تشارج باش كتلبي شنو المطالب اللي كتطلب لك وزاره النقل باش يمكن لك تفتح هذه الوكاله. الوكاله كتطلب منك عديد الشروط ان المحل يكون محل مقبول لاكسي ليه يكون سهل ويكون باين. ثاني حاجه كيطلبوا منك انه المحل اللي توفر على لو بلان ديالو عنده واحد البلان اللي كتاشر عليه السلطات المحليه البلديات الى غير ذلك وكيتم جمع الوثائق كامله بالدبلوم اما اذا كان المسير يا اما اذا كان باك بلس 2 افيك واحد ليكسبيريونس راه كيكون مزيان كان باك بلس 4 ما كيطلبش انه ليكسبيريونس وكتدفع باش كتاخذ ديك لوتوريزاسيون ديال لا ديسيزيون باش كيمكن لك تمارس المهنه ومن بعد هذا الشيء فاش كيتعطاك واحد لاكور دو برانسيب من طرف وزاره النقل كيتوجه عند المندوبيه المحليه في عين المكان في عين المدينه اللي تابع ليها انت وتيخرجوا باش اكسب باش كيشوفوا المحل اللي غتزاول فيه هذه المهنه هذه وكيديروا لك الرابور ديال الموافقه ديالهم وكتوصل بالموافقه النهائيه من بعد ما كتوفر على خمسه ديال لي دوبل في ديال لي فيكول اولا هذيك 500 ملي كنهضروا معاها كنهضروا عليها ككابيتال هي تقريبا القيمه المجمله ديال خمس سيارات اللي مطلوبه خمس سيارات جديده خمس سيارات جديده لابتداء مزاوله المهنه خصك خمسه طوموبيلات خمسه طوموبيلات 50 مليون هذا شيء مادي هذا مادي يعني 50 مليون في الغالب 50 مليون كاين مساعدات ديال لي ميزون دو كريدي كاين اللي ما كيتوفرش على هاد الكابيتال ليكيد يعني كيمشي اللي مطلوب واساسي هو خمسه ديال لي فيكول اون دوبل في عاد راس المال البشري اللي هو جوج ديال الناس ديبلومي واحد فوالا باك بلس 4 او باك بلس 2 بتجربه وواحد ميكانيسيا خاص هذا ضروري هذا من الشروط اللي محطوطه في الكيت شارج ديال الوزاره نعم الان